ابتكر طلاب فلسطينيون بجامعة بوليتكنيك في الخليل بالضفة الغربية سترة يمكن أن تكون بديلاً للعصا التي يستخدمها المكفوفون من أجل التماس الطريق، وتساعد السترة المزودة بنظام التوجيه الصوتي أصحاب الإعاقة البصرية في معرفة ما إذا كان المكان الذي يتحركون فيه خالياً أم فيه أجسام قد تعترض طريقهم. المشروع قدم حلول جديدة كلياً تختلف عن المشاريع السابقة، فمثلاً فكرة وجود الحساس الأرضي هي فكرة نوعية وفكرة تطبق لأول مرة في هذا المجال، بالإضافة إلى قدرة النظام وبشكل فعال على التوجيه على التوجيه الصوتي بالإضافة إلى التوجيه الاهتزازي. وتلقى مستخدم السترة من خلال سماعة للأذن إشارات صوتية تنبهه إلى الأجسام الموجودة حوله، كما تم تزويد السترة بمنظومة لتشغيل التسجيلات الموسيقية يمكن للمستخدم التحكم فيها لاسلكياً. استطاع الطلبة بإمكانيات يعني ضعيفة بأنهم يصمموا وينفذوا، بحاجة إلى تطوير هذا المشروع، التطوير بحاجة لدعم مادي، بحاجة لدعم معنوي، بحاجة لاحتضان من المؤسسات اللي تدعم رياديين الشباب. السترة تعمل على البطاريات وفيها إنذار صوتي يعمل عند قرب نفاد شحن البطارية، وتتحول السترة تلقائيا إلى العمل في وضع لتوفير الطاقة قبل نفاد الشحن. المشروع هو عبارة عن سترة يرتديها ذوي الإعاقة البصرية بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع والتواصل مع غيرهم من خلال توجيههم وإرشادهم للطريق الصحيح الخالي من الإعاقات المختلفة. وأجرى الطلاب العديد من الاختبارات لابتكارهم للتأكد من صلاحيته لمساعدة المعاقين بصرياً. قد يغني الكفيف عن أصوات المستخدم عادة في بحياته. أضف إلى ذلك إنه فعلاً يعني لما يعرفك إنه على يمينك أو على يسارك أو حتى أمامك إنه في عائق، إنه في عوائق مثلاً، عوائق معينة، فكتير ممتاز هذا الحكي. ويحتاج تنفيذ المشروع على نطاق واسع جهة راعية ليستفيد منه ذوي الإعاقة البصرية على نطاق واسع.